Good morning, dear students. How are you today? Hope you are fine and safe all the time. Today we are going to continue our activity that was about the vaccination and serotherapy in lecture 25. So as we said in the previous lecture, that serotherapy, it's the therapy that is taken after we infected by the virus or the bacteria. يعني هو علاج ناخده نحنا من بعد ما ننصاب بهيدا الفيروس أو بالبكتيريا. يعني for example حدا فينا انصاب بفيروس مش ملقح منه قبل، هيدا الفيروس مميت بيقتل، أنا انصبت فيه لهيدا الفيروس، بقعد هيك بستنى لحتى موت وبعد أيام الأيام الأخيرة من حياتي، ولا بروح لعند الدكتور عشان يكتب لي على دواء، او بروح على المستشفى عشان يعطوني دواء يخلوا هيدا الفيروس يموت inside my body. طبعا لازم اعمل هيك، وهيدا الشيء اسمه serotherapy، العلاج by the serum. serum اللي هو the plasma، اللي هي البلازما يلي فيها الانتيبادي. ماشي، خلينا نشوف الاكسبيريمنت يلي راح نحكي عنها بالسيروثيرابي. Here we have a rabbit A. ماشي، حطينا له botulinum toxin. We inject it with a toxin. We know that the toxin is fatal، يعني مميت، يعني راح يموت هيدا. After 4 days RIP، يعني rest in peace، رقد بسلام، مات هيدا الأرنب. هيدي بأول experiment. بتاني experiment في عنا rabbit C، شايفينه هيدا rabbit C، حطينا له طبعا مش مثل هيدا الرابت لأنه هيدا مات الله يرحمه. هلا هيدا حطينا له كمان نفس التوكسن botulinum toxin يلي هو fatal مميت، بس بعد يوم حطينا له attenuated botulinum toxin، يعني حطينا له botulinum toxin بس شو attenuated، يعني botulinum toxin او botulinum toxoid، يعني حطينا له لقاح vaccine، لقاح ضد هيدا الفيروس اللي اسمه botulinum toxin. هل هيدا الشيء efficient او فعال اني انا اخذ اللقاح من بعد ما انصبت بالفيروس؟ اكيد لا، لانه اللقاح بجهز الاميون سيستم قبل ما انصاب، بس مجرد ما انا انصبت ما صار الفيروس inside my body. So after 3 days مات هيدا الارنب. يعني هيدا اللقاح او الفاكسين او الاتينيويتد botulinum toxin، لقاح البوتلس توكسن ما كان فعال، ما كان efficient ليحمي هيدا الرابت، لانه لاحظت انه هيدا الرابت مات. So الفاكسين من بعد ما نحنا ننصاب بالفيروس it's not efficient، مش فعال. Identify the effect of botulinum toxin. أول شيء البوتلس توكسن مميت بيقتل. Since the injection here the question is identify. We have to justify then indicate. نحنا قلنا البوتلس توكسن مميت fatal، بس ليش؟ بدي أقول ليش بعدين أقول إنه هو fatal. بقول because or since the injection of botulinum toxin leads to death، أدى للموت بالرابت A بالإكسبريمنت 1. شفتوا حددت اسم الرابت رابت A وأي إكسبريمنت أنا عم بحكي، إكسبريمنت 1. So botulinum toxin is fatal، fatal يعني مميت. ماشي، could the late vaccination save the already infected rabbit؟ هل هيدا اللقاح يلي اجا مأخر late من بعد ما انصاب هيدا الرابت by the botulinum toxin، هل هيدا اللقاح رح يشفي لهيدا الرابت او رح يحمي لهيدا الرابت؟ we notice that the rabbit die، so اكيد no. So السؤال could would do does هودي yes no question،
So the answer لهم لازم يكون yes or no. أكيد لازم يكون في justify. أنا هون ناسي أحط لكم justify. ليش no؟ Since rabbit C dies, لأنه شفناه مات ما عاش لحتى أنه والله هيدا الفاكسين يلي نحن حطينا له إياه عايشه. لا ما عاش، مات هو. When we vaccinate it by the attenuated botulist toxin after one day from the injection of a fresh botulist toxin. So late vaccination couldn't protect the infected rabbit C. Now be experiment 3. طبعا يا تيتشر هودي الاكسبيرمنت لازم نرسمهم على الدفتر، ما ضروري نرسم الرابت، نرسم مثلا مطرح الرابت او بنحط دائرة بنحط هيك شيء، يعني بيعني انه هيدا الرابت نحن حافظين انه هيدا الرابت. ماشي حطينا له لهيدا الرابت شو attenuated botulist toxin rabbit B. So we inject it by لقاح او فاكسين، اعطيناه لقاح البوتلس توكسن، لقاح البكتيريا اللي هي اسمها بوتلس توكسن. بعد اسبوعين ضل عايش، سيرفايف عايش. بعدين شو عملنا؟ شلنا من البلازما من دمه، يعني الدم هو عبارة عن red blood cells white blood cells and plasma. هو دمنا معمول من هول الاشياء ودم الحيوانات التانية. فانا شلت من البلازما اول شي، شلت الدم كله وعملته by centrifugation، صار في عنا 3 طبقات red blood cell white blood cell plasma. شلنا البلازما وشلنا شلنا البلازما collect serum، serum هو البلازما. ماشي we collect the serum and we inject this mouse اللي هو mouse sorry this rabbit اللي هو rabbit D، مش نفسه هيدا الرابت، by the botulist toxin. يعني هيدا الرابت حطينا له هيدا البوتلست توكسن يلي هو مميت لازم يموت، بس حطينا له السيروم of this rabbit. هلا عاش after 6 day it survive، يعني هيدا لازم يموت لانه حطينا له بوتلست توكسن. بس ما نحنا حطينا له كمان دواء، هيدا الدواء جبناه من دم الرابت بي. شو ماله الرابت بي؟ كان ملقح بهيدا من هيدا الفيروس اللي اسمه بوتلس توكسن. طب شو في انسايد ذا بلازما؟ شو في انه بهيدا السيروم؟ في انتي بوتلس توكسن، فات على جسمه لهيدا الرابت دي بوتلس توكسن جاي بده يقتله. قمت انا رجعت حطيت انتي بوتلس توكسن، الانتي بوتلس توكسن لقطت كل البوتلس توكسن، فهيدا التوكسن او هيدي البكتيريا اللي اسمها بوتلس توكسن ما عادش قادره تعمل شيء inside the body of the rabbit D. Because of that this rabbit عاش or survive. The first question is describe experiment 3. بدنا نوصفها. شو بدنا نقول؟ Attenuated botulist toxin is injected in rabbit B. Okay. Attenuated botulist toxin is injected in rabbit B. 2 weeks later, the rabbit survived. يعني ضل عايش. طيب, after that, حطيت نقطة بعد هيك. The blood is obtained from rabbit, from the rabbit. شلنا الدم. مش we obtain blood, كل شيء موجود. The blood is obtained from the rabbit. Later on, بعدين the collected serum is injected in rabbit D followed by the botulist toxin. 6 days later it survived. Now the question is draw out. Draw out معناتها justify indicate without justification، من غير ما نعمل justify. The factor that protect the infected rabbit. هيدا الرابت that is infected لان احنا حطينا له بطل استوكسن، شو يلي حما وخلاه survive؟ the serum، السيروم اللي احنا حطيناه من الرابت B
the serum from rabbit B protect rabbit D from the botulinum toxin. Now predict يعني توقع the constituent of the serum. شو في inside the serum؟ شو في قلنا في عنا anti botulinum toxin أكيد. Conclude the type of the immune therapy applied on rabbit D. Rabbit D infected by the botulinum toxin. بس عطيناه علاج. شو اسمه هيدا العلاج؟ Serotherapy. Conclude the type of immune response mounted against the botulinum. شو نوع immune response؟ It's the humoral mediated immune response. Since in the serum we have anti body اللي هي anti botulinum toxin والanti body we know that it's a humoral mediated immune response. Okay, I want from you to draw the experiment. كل شيء نرسم الأسهم الكلمات يلي فوقها. الرابط إذا صعب نرسمه كتير فينا نرسم شيء بدل related إنه هيدا rabbit. okay, أو فينا نسميه عادي rabbit A rabbit B rabbit C. بنكتب الأسئلة والأجوبة مع بعض وبنحفظهم كتير منيح بندرسهم منيح.